أعزائي الطلاب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نلتقي على الخير إن شاء الله. واليوم درسنا اللي هو Lesson 7 ضمن Unit 2 اللي هو بعنوان Invitations، الدعوات. وسبق أن أخذنا موضوع كيف نقدم دعوة لحضور حدث ما أو لشيء بشكل عام. هذا الموضوع له خصوصية لأن يتناول جانب الإنشاء. الإنشاء في هذه الوحدة يدور حول إرسال إيميل إلى أحد الأصدقاء، نوجه له دعوة لحضور حدث معين. نشوف الأمثلة الموجودة لدينا في هذه الصفحة. شو يقول هنا؟ يقول read the emails، اقرأ الإيميلات، and advertisements، والإعلانات. ذني الإعلانات ثانية، ذني عندنا إعلانين، هذا إعلان وهذا إعلان آخر لحدثين معينين. And answer your teacher's questions، ما لنا علاقة بهذا الكلام. المهم يريد من عندنا أن نقرأ الإعلانين الموجودات أمامنا هنا، ويريد من عندنا نقرأ ثم مثالين عن الإيميلات، كيف يكون إيميل توجيه الدعوة. هنا عندنا مثالين. جيد، خلنا نشوف الإعلانات. طبعا هنا يعلن عن الحدث. الإعلان الأول school graduation party. بارتي طبعا بمعنى حفل، وgraduation بمعنى تخرج، إذن حفل التخرج school المدرسي. بعض التفاصيل: the amazing يعني مدهش، the amazing end of year نهاية سنة، graduation party حفل تخرج نهاية السنة المدهش، for students لطلاب of القدس intermediate school لطلاب مدرسة القدس intermediate المتوسطة. هنا طالنا تفاصيل شنو هو هذا الحدث وشنو بخصوص ماذا. شوف هنا شنو طالنا: Thursday يوم الخميس 15th April. إذن أعطانا موعد إقامة الحدث يوم الخميس 15 أبريل. وين المكان؟ هنا طالنا مكان الحدث in the main hall. hall يعني قاعة، في القاعة الرئيسية of the school للمدرسة، يا مدرسة طبعا اللي عليها الإعلان القدس intermediate school. هنا طالنا بعض الملاحظات: doors open، تفتح الأبواب يعني نبدأ باستقبال الناس، 9:30 AM 9:30 AM anti-meridium صباحا. party starts في حين تبدأ الحفل الرسمي 10 AM 10 صباحا. tickets بمعنى التذاكر free هنا بمعنى مجاني، التذاكر مجانية، إذن الحضور أو الدعوة عامة للجميع. جيد، نشوف الإعلان الآخر: the greatest EST صيغة تفضيل، the greatest الأعظم، the greatest show عرض، العرض الأعظم on earth على كوكب الأرض. شوف هنا شنو هذا العرض الأعظم على كوكب الأرض: Happy Town Circus. Circus يعني سيرك. إذا تلاحظون الكلمات الثلاثة الأولى كلها كتبت بدايتها بحرف كابيتال. هذا في الحقيقة اسم فرقة تقدم عروض السيرك، اسمها Happy Town Circus، سيرك المدينة السعيد. شبيه هاي الفرقة شبيه Is coming، آتية سوف تأتي، to الجادرية، ستأتي إلى منطقة الجادرية for one week لمدة أسبوع، يعني راح تقدم عروض لمدة أسبوع from Saturday بدءا من يوم السبت 18 March 18 March. doors open، تفتح الأبواب لاستقبال الزبائن يعني الحضور at 7:30 7:30 أكيد هيك عرض راح يكون ليلا. And the show العرض starts يبدأ وتبدأ العروض at 8 8:00. seats المقاعد، هنا بصيغة أخرى يريد يقول التذاكر. seats المقاعد 10,000 10,000 20,000 and 30,000 IQD. IQD يعني Iraqi dinars، إذن هاي الأسعار بالدينار العراقي. to book on the internet، انتبه هنا كلمة book ليس لها علاقة بكلمة book اللي هي بمعنى كتاب. هنا book فعل وليست اسم عزيزي الطالب. book هنا بمعنى يحجز، للحجز.
to book on the internet للحجز عبر الانترنت visit our website قوموا بزيارة موقعنا at www.happytownscircus.com. هاي مجرد إعلانات تعريفية بطبيعة الحدث اللي راح يصير. خلنا نشوف المثالين. هذا المثال الأول اللي هو graduation party إيميل حول حفل تخرج، هذا مهم جدا وأتمنى عليكم أن تدرسوه وتحاولوا قدر الإمكان أن تحفظوه أيضا. أكو بعض التغييرات تصير أحيانا. في السنوات السابقة بالامتحانات الوزارية من جابوا إنشاء الدعوة أغلب الحالات كانت تدور حول الجراجويشن بارتي. بعدين ورا ما نشرح هاي الصفحة كمل المحاضرة ناخذ بعض الأمثلة عن الإنشاء ونشوف شون اجت الأسئلة الوزارية حول هذا الموضوع. graduation party في الأعلى، في أعلى الإيميل، هذا عنوان الإيميل، حفل تخرج. بداية تحية عادية، هاي I have got، I've هاي اختصار، I have، I've got لدي two tickets، تذكرتان for the school graduation party، لحفل التخرج المدرسي on Thursday الذي سيقام يوم الخميس. لاحظوا أن التفاصيل هنا معتمدة على من؟ على هذا الإعلان. You must come. Must طبعا فعل بمعنى يجب، من الأفعال المساعدة. You must come، يجب أن تأتي. انتبه هنا، مو إلزام، يعني مو يقول لازم تجي، إذا ما تجي أكسر راسك، لا هنا يريد يرغبه بالمسألة. قال يجب عليك الحضور. The performances حيث أن العروض are always really good، دائما جيدة. الظاهر اللي كاتب الإيميل مو أول مرة يحضر حفلات التخرج لهذه المدرسة، فيعرف النمط مالهم ويعرف أن احتفاليتهم تكون عادة احتفالية جيدة جدا، فدي يرغب صديقه يقول له لازم تجي، العروض مال هاي المدرسة بالحفلات مالتهم are really good، ممتازة. It starts تبدأ العروض at 10 AM، العاشرة صباحا. But we need to be there، ولكن ينبغي علينا أن نكون هناك 9:30 AM، الساعة 9:30 صباحا، يعني قبل نص ساعة من بدء العروض. شنو الغرض؟ الغرض على مود نحصل مكان. Let me know tomorrow، أعلمني غدا، يعني رد لي خبر بسرعة. So I can give the tickets، بحيث يمكنني أن أعطي التذكرة to someone else. Someone يعني شخص، else يعني آخر، إلى شخص آخر. If you can't come، إن لم تستطع المجيء، يعني هو هنا ده يعزم صاحبه، ده يقول له عندي تذكرتين، I have two tickets for the school graduation party، الحفل التخرج المدرسي. You must come، يجب عليك الحضور. ليش؟ لأن العروض دائما رائعة. انطال مواعيد وبعدين انطال ملاحظة، قال له أعلمني بأسرع وقت ممكن على مود أنطي التذكرة لشخص آخر إذا أنت ما تقدر تجي. جيد، نشوف المثال الثاني اللي هو يتكلم حول سيركس، حول عروض السيرك. هلا وأحمد، طبعا الموضوع سيركس. هلا وأحمد، The circus is in town. The circus is in town. السيرك سيكون في المدينة next week، الأسبوع القادم. For one week، لمدة أسبوع، يعني الأسبوع الجاي راح يبقون، وراح يبقون طوال الأسبوع. I've been there، أو I have been before. Before معناها قبل. I have been، شنو القصد هنا؟ سبق لي أن حضرت عروضهم، مو أول مرة أشوف عروض هاي الفرقة. And it's fantastic، وهي رائعة. Do you want to come؟ Do you want to come؟ أترغب في المجيء؟ Are you free؟ إذا تذكرون هاي الـ Are you free؟ أيضا من أساليب الدعوة. Are you free؟ هل أنت متاح؟ ألديك مجال؟ Are you free on Tuesday؟ عندك مجال يوم الثلاثاء؟ Or is Friday better for you؟ better بمعنى أفضل، أو أن Friday الجمعة أفضل لك. I can get tickets، يمكنني الحصول على التذاكر on the internet، على الإنترنت.
Please let me know, رجاء أعلمني, as soon as possible, بأسرع وقت ممكن, because, لأن شنو, because I think, لأني أعتقد, it will be very popular, أنه سيكون ذو شعبية. شنو قصدنا؟ طبعا كلمة popular في حد ذاتها بمعنى ذو شعبية وتأتي بمعنى مشهور, بس هنا شنو قال أعلمني بأسرع وقت ممكن, because I think it will be popular, أعتقد أنه سيكون شائع ذو شعبية, هنا قصد الازدحام, قصد هنا أنه هذا السرك, هاي عروض هاي الفرقة مشهورة, فأعلمني بسرعة حتى ألحق أحصل تذاكر, خاف ينحجزن كلهن وما نحصل فرصة وناخذ تذاكر. PS ملاحظة إضافية, بمعنى هاي شنو هذا الأسلوب PS, من تكمل إرسال الإيميل أو أحيانا تكتب رسالة, من تريد تختم الرسالة تتذكر أكو فقرة ما ذكرتها, فهاي تكتبها بالنهاية, تكتب PS المقصود ملاحظة إضافية, وتكتب له شو تريد تقول, the seats المقاعد cost up to 30,000 IQD, قال المقاعد توصل تكلفتها ل30,000 دينار عراقي. Shall I get the cheapest? Shall I, أتريد مني أن أشتري cheapest, أرخص شيء اللي هي شنو, أم العشرة, مو هن 10 و20 و30, قال أسعار المقاعد توصل ل30,000, عندك إشكال؟ لو Shall I get the cheapest, لو أشتري الأرخص, مو أشتري أبو ال30 وتجي ورا ما تحضر وأجيب لك التذكرة تقول لي والله أنا ما علي ما أنطي 30,000, منو قال لك اشتري ب30, فمن هسه قل لي أشتريها لو أجيب الأرخص. هنا لدينا فقط هذه الملاحظة, انتبه لكلمة popular اللي هي هاي إلها مرادف, popular famous نفس المعنى تقريبا, يعني شنو مرادف popular تقدر تستعير عنها بكلمة famous, وفي نفس الوقت كلمة popular نفسها تعكس شنو العكس مال هاي مهمة, unpopular تضع البادئة قبلها you an. جيد, هنا لدينا دايالوج قصير, دايالوج يعني حوار, محاورة, study the dialogue, ادرس هذه المحاورة below الموجودة أدناه, about the school graduation party التي تدور حول حفل التخرج المدرسي. طبعا هنا واحد ازرق واحد ازرق, يعني حوارين, هذا شخص وهذا شخص. هاي اهلا, would you like to come, شوف هاي دعوة رسمية, would you like to come to the school graduation party, اترغب في المجيء لحفل التخرج المدرسي. شنو رد عليه؟ قال له oh, that sounds good, شوف sounds شو معناها, يبدو, that sounds good, ذلك يبدو جيدا, when is it, متى الموعد, يمتى موعدها, it's on Thursday, يوم الخميس 15th April, 15 أبريل. What time does it start, في أي وقت ستبدأ؟ Well, the party starts at 10 AM, قال الحفل الرسمي يبدأ بالعشرة, but the doors open at 10:30 AM, بس يفتحون الأبواب, يبدون يستقبلون الناس ساعة 9:30. Oh, okay, I think I can make that, أعتقد أني أستطيع حضور هذا. How much are the tickets, جد تكلفة التذاكر؟ They are free, مجانية. Shall I get one for you, تريدني أجيب لك واحدة؟ Yes please, نعم رجاء. I am looking forward to it, أنا أتطلع قدما, أتشوق لهذه الحفلة. هذا كل ما يتعلق بهذه الصفحة, نلتقي بعد قليل, نرى كيف تكون صيغة السؤال في الوزارة حول هذا الموضوع اللي هو قلنا إنشاء الدعوة إلى صديق لحضور أو دعوة صديق لحضور حفل تخرج أو لحضور مناسبة معينة بشكل عام. أوكي أعزائي الطلاب, نرجع مرة ثانية على بود نشوف نماذج الإنشاءات وشو ممكن يجي الإنشاء بالوزارة. Composition الإنشاء, طبعا بالامتحان تقول لكم Writing Components يعني عناصر الكتابية. يدور إنشاء الوحدة الثانية حول إرسال إيميل لأحد الأصدقاء لتوجيه دعوة له لحضور عرض معين.
هناك مثالان في الكتاب اللي قريناها قبل شوية في صفحة 21 عن هذا الموضوع. يدور الأول، المثال الأول، حول توجيه دعوة لحضور حفل تخرج مدرسي، في حين يدور الإنشاء الثاني حول توجيه دعوة لحضور عرض للشركة. Sample 1، نموذج واحد. Question، صيغة السؤال. Write an email، اكتب إيميلا to a friend، إلى صديق. Inviting him، تدعوه. طبعا بالامتحان الوزاري راح يكتب لك بهذا الشكل. Inviting him her، يعني إما تدعوه أو تدعوها. To the school graduation party، school graduation party، حفل التخرج المدرسي. That is going to be held، الذي سيقام soon، قريبا. من تبدأ الإنشاء، إذا تلاحظ بالكتاب صفحة 21 عندنا هاي العبارة RE ثم graduation party. هذا graduation party موضوع الإنشاء مالك. شنو RE؟ RE بمعنى reply، إجابة، رد أو response بنفس المعنى رد. طبعا هنا يعني أنا أتعارض مع هذا الأسلوب، يعني مكان RE كتبوا subject، شلون الإيميل مال الوحدة الأولى نفس الشيء، لأن RE معناها شنو؟ معناها أنت مستلم إيميل من شخص وجاي ترد عليه reply. هنا انت مو جاي ترد على صديقك، انت هنا انت جاي توجه له دعوة. اوكي، على العموم الموضوع graduation party، نبدأ بالايميل مالتنا. هاي، هذا بالضبط الانشاء الموجود صفحة 21. مرحبا او اهلا، I've got two tickets، لدي تذكرتان، for the school graduation party، لحفل التخرج المدرسي، on Thursday، الذي سيقام يوم الخميس. You must come، يجب عليك الحضور. The performances are always really good، حيث أن العروض دائما جيدة. It starts at 10، تبدأ الحفلة العاشرة. But we need to be there by 9:30 a.m، بس لازم نكون هناك الساعة 9:30 صباحا. ليش؟ على بود نحصل مكان طبعا. Let me know، أعلمني، tomorrow، غدا. So I can give the ticket، لكي يمكنني إعطاء التذكرة to someone else، لشخص آخر. If you can't come، إن لم تستطع المجيء. هذا قرأناه قبل شوي، هسه بس أريد توضيح. Sample 2، نموذج الثاني اللي هو نموذج مال السيرك. Write an email to a friend، إيميل لصديق طبعا. Inviting، تدعوه. Inviting him، قلنا أو her، to a circus show، تدعوه لحضور عرض السيرك. That will be held in town، سيقام في المدينة. Soon، قريبا. نفس الموضوع أو نفس الطريقة، موضوع الرسالة سيركس. نبدأ بالإيميل مالنا. Hello أحمد، طبعا الأسماء هنا اختيارية، ما تريد تكتب اسم مباشرة. Hello، The circus is in town next week، السيرك سيكون موجودا في المدينة next week، الأسبوع القادم. For one week، لأسبوع واحد. I've been before، قلنا قبل قليل شنو معنى I've been before، يعني سبق لي أن حضرت عروض هذه الفرقة. And it's fantastic، وهي رائعة. Do you want to come، أترغب في المجيء، هذا أسلوب للدعوة طبعا. Are you free، وهذا أسلوب آخر. Are you free on Tuesday، هل أنت متاح، عندك مجال يوم ثلاثة. Or موعد، or is Friday better for you، أو أن الجمعة أفضل لك. I can get the tickets، يمكنني الحصول على التذاكر. On the internet، على الإنترنت. Please let me know، أعلمني. As soon as possible، يعني بأسرع وقت ممكن. Because I think it will be very popular، لأني أعتقد أن الحدث سيكون ذو شعبية كبيرة، فأعلمني بسرعة حتى ألحق أحصل تذاكر. خلنا نشوف الصيغة اللي وردت في الوزاري. Write an email، هاي بالوزاري وردت بابا. Write an email، اكتب إيميلا. Invite your friend، ادعو صديقك. To attend، attend يعني حضور. To attend your graduation ceremony، ceremony يعني احتفالية، لحضور احتفالية تخرجك. In your school، في مدرستك. Tell him أو her، أخبره أو أخبرها. About the date، date يعني التاريخ، أخبره عن موعد يعني الاحتفالية. And the time، والوقت اللي راح تقام به ceremony. وطبعا and the مو time، date and the place، الزمان والمكان مال ceremony. جيد، نفس العملية. شلون موجود عندنا هذا بابا؟ تبدأ تكتب
ري نقطتين، تكتب من الموضوع مالك اللي هو شنو؟ طبعا graduation، graduation party احنا عندنا فوق، لا احنا راح ننقل الحدث من السؤال graduation ceremony احتفالية تخرج. تبدأ بالرسالة مالتك، شو تريد تكتب؟ نكتب نفس اللي فوق. اوكي، هلو احمد، هلو علي، تنزل خلي مسافة، سوري خلي مسافة كلمة يعني تقريبا، خلي هلو جيد. نبدأ our school، our school graduation ceremony يعني حفل تخرج مدرستنا. شو يريد هو؟ أهم شيء يريد المكان والزمان. will be سيكون will be next مثلا Monday، will be next Monday سيكون الاثنين القادم in the school، وحطها تملك in the school أو in the main hall، هاي أخذناها قبل شوية main hall يعني القاعة الرئيسية in the school. هنا طبعا ما ذكر اسم المدرسة، ليش؟ باعتبار صديقه يعرف المدرسة اللي هو بيها. إذن our school، هلو علي، our school graduation ceremony يعني حفل تخرج مدرستنا will be next Monday سيكون الاثنين القادم in the main hall in the school في القاعة الرئيسية في المدرسة. would sorry would you like to come، أترغب في المجيء؟ The performances are always really good، العروض دائما جيدة. هسه انتبه لهنا، بين نفس هاي العبارة، نفس هاي العبارة، يعني شوف انها تقريبا نفس الشيء، تغييرات بسيطة. The performances are always really good and I am sure، وأنا متأكد، you will like it، وأنا متأكد أنك ستحبها. I have a ticket، لدي تذكرة for one person، for one person لدي تذكرة لشخص واحد. طبعا هنا ما راح قال له تذكرتين، ليش؟ لأن هو طالب بالمدرسة، يعني هو حضوره بدون تذاكر أصلا. إذا I have a ticket for one person، لدي تذكرة لشخص واحد. if you can't if you can't come، إن لم تستطع المجيء، please let me know، يعني أعلمني، please let me know so I can give the ticket، وبحيث يمكنني أن أعطي التذكرة لمن؟ to someone else، إلى شخص آخر. I wish، أتمنى، you can make it، أتمنى أن تستطيع القدوم، يعني أتمنى أنك تقدر تحضر. هذا نموذج طبعا بابا، أنتم إذا حافظين نموذج من مدارسكم
من ملازم معينة، فأنتم أحرار في حفظ النموذج. المهم أن يكون في ظل السؤال المطلوب، يعني لازم تحفظ السؤال ولازم تعرف. يعني على سبيل المثال هنا على مود نعرف شنو إنشاء الوحدة الثانية، أو شلون نعرف هم يردون إنشاء الدعوة. طبعا راح تلقى كلمة invite راح تلقى، كما من الممكن أن تجد كلمة invitation. يعني انتبه لي، إذا وجدت كلمة invite أو وجدت كلمة invitation فهذا يعني أنك في الوحدة الثانية وأنه يريد منك كتابة إيميل لتوجيه دعوة لأحد أصدقائك لحضور حدث معين. أرجو منكم الاهتمام بالموضوع، أتمنى لكم التوفيق، ونلتقي في محاضرة قادمة إن شاء الله لنشرح أحد القطع المهمة اللي هي قطعة الهوايات اللي موجودة في نهاية الوحدة الثانية، واللي هي آخر موضوع عندنا بالوحدة الثانية، وهي قطعة مهمة طبعا لأن عليها أسئلة تأتي في الوزاري. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.